رسميا تشيلسي يعلن رحيل مارينا جرانوفاسكيا بعد 12 عام. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلن نادي تشيلسي المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي عن العديد من التغيرات الإدارية بعد بيع ملكية البلوز لصالح الملك الجديد تود بوهالي. وحصل بوهالي على تشيلسي بعد اتفاق قد تم التوصل إليه مع مالك النادي السابق رومان أبرافوميتش، الذي واجه صعوبات كثيرة في إدارة النادي الإنجليزي بعد حرب روسيا على أوكرانيا. وكان على رأس تلك التغيرات بحسب البيان الرسمي على موقع تشيلسي الإلكتروني هو رحيل مديرة التعاقدات مارينا جرانوفسكي بعد 19 عاما داخل قلعة ستامفورد بريدج. جرانوفسكي كانت أحد أمهر الإداريين في تشيلسي على مدار السنوات الماضية، حيث نجحت في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية بعد تقلدها هذا المنصب في عام 2010. وأكد تشيلسي في بيانه سترحل جرانوفسكي عن منصبها بعد فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيعمل تود بوهالي كمدير رياضي مؤقت حتى تعيين شخص جديد. وعلق بوهالي على رحيل جرانوفسكي: نشكر مارينا على سنواتها العديدة في خدمة تشيلسي ونتمنى لها التوفيق في مشاريعها المستقبلية. أخي الكريم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.